واو مصطفى كاظم يريد يجدد مع السوا بالعالم. لو ميليشيات سوون بيوم ويجي باعوا باعوا ومصطفى كاظم يريد يجدد وبعد شو يسوي بالعالم؟ يقول امر من مجلس الوزراء حتى اغراضهم ما لحقوا يشيلوهن. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمعكم بكل حلقة ونسمع آراءكم حول المواضيع اللي نطرحها في حلقاتنا. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا بأرقام البرنامج من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي دشوفوها هسه، وعدكم رقمين ثانيات تقدرون تتصلون بها علينا من خارج العراق، ذني رقمين اثنين تقدرون تتصلون بها. فعندنا ذني الأربع أرقام للاتصال، ذني للخارج وعندنا رقمين للداخل. أما هذا الرقم الأخير اللي راح يظهر هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب يعني هسه أكو شخص بين عندي ديدوك ما أقدر أستقبل عليه اتصال لأنه الاتصال ما يطلع الجو يمنا، ماكو إمكانية أنه نستقبل اتصال واتساب. فاللي يريد يكتب على هذا الرقم يكتب لنا رسالة إذا ما قدر يحصلنا على أرقامنا الثانية، واللي ما يقدر يكتب لنا رسالة أكون ممنون من عنده إذا تكون الرسالة مطبوعة باسمه ومكانه. الفيديو اللي شفتوه بداية الحلقة هو مو موضوع الحلقة، بس خلينا نعرج عليه شوية. موضوع الحلقة عمالة الأطفال بالعراق أو الأطفال العراقيين بشكل عام. ليش الأطفال العراقيين اليوم في بلد بسنة 2021 ما عندهم حقوق؟ لا يتمتع بحقوق الطفولة ولا يتمتع بطفولته، عندنا عمالة وشغل. طفل المفروض بالشتاء أو أوقات الدوام الرسمي يكون بالمدرسة يتعلم وتصرف عليه الدولة حتى تعلمه وتأسسه ويكبر ويكون جزء من لبنة بناء هذا المجتمع، يكون عماد لهذا المجتمع، يكون أساس لهذا المجتمع بالمستقبل. لكن اليوم اللي نشوفه أنه أكو أطفال دا يشتغلون في عدة مهن، أكو ناس دا تستغل قضية الطفولة مثلا بالتسول، بيع الأطفال مثلا، العنف الأسري اتجاه الطفل مثلا. ليش اليوم الأطفال بالعراق بلد من المفترض أنه نظام ديمقراطي، من المفترض أنه الحكومة أو السياسيين أسسوا إلى نظام ديمقراطي مثل ما هم يقولون، ليش الأطفال مسلوبة إرادتهم؟ ليش الأطفال خسروا طفولتهم؟ هذا موضوعنا. أما الفيديو اللي طلع بالبداية هو إزالة تجاوزات البائعة المتجولين في العاصمة العراقية بغداد. يعني بالعراق اليوم رواتب ماكو، توظيف ماكو، شغل ماكو، فلوس ماكو، المواطن يريد يعيش. اكو بعض الناس التجأت انه تفتح بسطات يبيع بيها اللي يقدر عليه. اليوم الحكومة ركضت على المواطن البسيط اللي فاتح البسطة وشالتها. زين، اكو احزاب مسيطرة على عقارات للدولة، واكو كتل سياسية مسيطرة على مزارع وبنايات هي المفترض هي أملاك دولة، ذني كلهن ما تباوع عليها الحكومة العراقية، بس راحت ركضت لي ورا المواطن البسيط اللي ملاقي عيش، لا رعاية اجتماعية تطون للعاطل عن العمل، ونسبة الفقر بالعراق زادت عن 40%، وأكو تحذيرات أنه تزيد فوق 42%. يعني فعليا احنا نحكي عن ما يقرب من 19 مليون إنسان عراقي اليوم تحت خط الفقر. 19 مليون إنسان يعني تقريبا نص الشعب، نص الشعب هو فقير، نص الشعب ملاقي يأكل ملاقي يشرب. ركضت وراء وعفت حيتان الفساد، عفت المليارات اللي قاعدة تلعب بجوب بعض السياسيين وبعض المسيطرين على المال بالعراق وتجاوزاتهم على أملاك الدولة وعقارات الناس. أبو علي من أبو غريب، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك ويحفظ مثنى حارث الضاري، وإن شاء الله الله يوفقك ويوفقك يطول عمرك إن شاء الله ويخليك.
طول بعمرك يا رب، تفضل اخويا. اي بالنسبه لمال المدارس، مال شنو؟ المدارس، المدارس نعم مثل مال الاطفال. عمي المدارس بالعراق انتهت، انتهت نهائي فردوا وانتهت، يعني ماكو دراسه بالعراق كلها، يعني ترك سهله، يعني من الطفل، الطفل اللي يروح مثلا اذا او اهله ما عندهم امكانيه يقول يودونا يقتي، كان بغداد ولا باي محافظه. انتهت بالعراق من طبت الميليشيات وحرمت الاطفال والتربيه، هسه حرامات يعطونهم فلوس، حرامات. يعني شكو واحد، شكو بالعراق وبالتربيه حرامات، يعني ولحد الان يعني رحت الاطفال. انا عندي محمود ابن ابني. نعم. ايوه اي وصل للثاني وما يعرف يقرا وما يعرف يكتب، شلون وصلوا للثاني؟ شلون وصلوا؟ ودراسه ما الله يخليك. نعم. يطول عمرك. شكرا لك ابو علي. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا النشمي الغالي، تحيه لك وللبرنامج. استاذ انت تقول ان المرشح ينطي دجاجه وينطي بطانيه وهذا كسر خيره، لكن فما بالك من اللي ما ينطي شيء يا استاذ، ياخذ الاصوات ولا بعد النجاح ما تشوف منه شيء يا استاذي، لا دجاجه ولا بطانيه. هذا السؤال. السؤال الثاني يا استاذي، بالنسبه للعراق لا يعاني الفقر لانه بلد المليارات والخيرات والخيرات. اخ سعد، 42% من الشعب العراقي اليوم تحت خط الفقر، مو يعاني من تحت خط الفقر. طيب ليش؟ ليش يا استاذ؟ نعم استاذي، الاوادم تريد يا استاذي امن وامان بالشعب والطرق والمنطقه. واخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وللقناه وشكرا لك. حياك الله اخ سعد. يعني انت سال السؤال، يعني السؤال الاول تقول اكو بعض البرلمانيين، انا ذكرتها في احدى الحلقات، انه يوزع صوب لو بطانيه لو وجبه اكل او دجاجه حتى يشتري بها اصوات. يعني والصوت العراقي بدجاجه مثلا تقول لي كثر الله خيره؟ صوت العراقي ما يحتاج يطي دجاجه وبطانيه، حتى لو طا صوبه مثلا، هو المواطن العراقي لاقي نفط حتى يشغل هاي الصوبه؟ ما هي هاي المشكلة اللي دا يوقع بها الشعب العراقي اليوم. يجون عليهم فترة الانتخابات يوزعوا لي فواكه لو خضروات، لو يوزع لي بطانية، لو يوزع لي صوبات، لو يطي $100 أو $50 للصوت. وراها البرلماني إذا صعد وفاز بالانتخابات، طبعا هاي إذا كانت أكو انتخابات ما كان بيها تزوير مثل ما السياسيين يقولون، ما حد يشوفه وما يبني شيء للدولة. ابو عماد من بغداد، حياك الله يا ابو عماد. حياك من قال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. الله يرضى عنكم على البرنامج. والله اذا تنقلون معاني الشعب بغير كبير. هسه احنا قبلنا بالاطفال بدون مدارس. نعم. والله العزيز الطفل اللي راح يسوي جلسيه قالوا له ابوك وين؟ قال لهم اخذت الميليشيات. قال اطلع في اللي سوي جنسية، انت تعرف انت بنا؟ اسمع هاي وحدة. اثنين، نساء والله اطفال 13 و14 و15 سنة عمره يشتغلن عاملات. بلد رقعة على نفط، اسمع، بلد اغنى بلد بالعالم بالنفط، بنات بنت ال 14 وال 15 وال 18 وال 20 والاقل يشتغلن عاملات. والله خزي يطلع وخزي يطلعون على التلفزيون يقولون يابا احنا، يعني يا برلمان اللي يطلع يقول يحكي على الفساد اللي باقي البلد منه، الباقي منه. نعم. اللي خلى اطفال يتسولون منهم، اللي خلى العفيفات يشتغل عاملات منه. والله عشنا مال الحراميه والميليشيات، وسال الله العافيه لنا ولكم، وسال الله تبارك وتعالى يخلصنا من هالشر ذمه هاي، واسال الله عز وجل يجعل اللي صار بافغانستان يصير بالعراق ويستبدل هاي القوم اشرف منهم.
ورحم الله والديك وجزاكم الله خير. حياك الله اخوي ابو عماد، حياك الله. قضية عمالة الاطفال يعني مجرمة دوليا، اكو هواية قوانين دولية تجرم هذا الشيء، لكن السؤال اللي ينطرح واللي عجب بالعراق واللي تخلي المواطن يستغرب، اذا اكو قوانين دولية واكو معاهدات دولية واكو منظمات تعنى بشؤون الطفل مثلا اليونيسيف او غيرها، لما هي معنية بشؤون الطفل ليش ما تفعل قوانينها بما يخص عمالة الاطفال بالعراق؟ ليش ما تخص قوانينها قضية اتجار الاعضاء البشرية او الاتجار بالطفل بشكل عام، بيع وشراء الاطفال؟ ليش ما تخص مثلا مثل ما قال اخوي ابو عماد يقول اكو بنات قاصرات دا يشتغلن عاملات، ليش ما تخص الشبكات اللي دا تشتري اطفال ودا تشغلهم في التسول يعني الجدية؟ ذني يعني ذني القوانين الدولية ليش اليوم بالعراق او القوانين الدولية عفوا طايرة بكل العالم، توصل لحدود العراق تنزل ما تعبر الحدود، كأنما العراق معزول عن كل العالم. الطفل بالعالم ما يشتغل المفروض يتمتع بطفولته، بس الطفل بالعراق يتمتع ما يتمتع بطفولته ما حد يدير لبال. الطفل بالعالم لازم أكو مدرسة تقوي، ولازم أكو مقاعد دراسية تقوي عدد أطفال في كل بلد، وأكو تطور بالدراسة حتى الطفل يعني يتطور ويا هذا التطور، حتى يأسسون الطفل اللي باكر عقبه من يتخرج ويطب الكليه ويتخرج من الكليه ويشتغل في المؤسسات بذيك الدول، يبني ذيك الدول. الا بالعراق المدارس اليوم ما عندنا، صف ب 60 طالب قاعدين على القاع، رحلات ما عندهم، جام بالصف ماكو، بالصيف بنكه ماكو، بالشتاء صوبه دفيهم ماكو، هي كهرباء اصلا ماكو. محمد من ميسان، حياك الله يا محمد. السلام عليكم اخ العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز، أنا محافظة ميسان محمد قنبر خلف، أنا متزوج وعدي 7 جهال. والنعم منك ومن أهالي ميسان، وربي يحفظ لك أولادك. تفضل أخوي. الله يعزك ويبقى. كان متزوج وعدي 7 جهال، زوجتي توفت. الله يرحمها. وزوجتي توفت، أنا عدي كتوتة أشتغل بيها. نعم. وعدي 7، 3 على حليب و4 يعني شقلك يعني متوازنين الواحد، وانا باقي انا غسل وانا اعجن وانا اخبض وكله انا، وراتب ما عدي عدي ستودك بي 5000 دينار. اخ محمد، بس اذا امكن تنصي لي صوت التلفزيون حتى اسمعك بشكل اوضح. بارك الله فيك. اي اخويا قلت لك يعني 7 جهال عنده ما عنده راتب، عنده ستوته عنده 5000 فيها، و3 على حليب و4 لا، و7 جهال انا اعزين وانا اخبز وانا اطبخ كل عندهم انا، وحتى مكان ما عنده قاعد لي. نعم. ايش قد اكبر واحد بيهم محمد؟ اكبر واحد بيهم 8 سنوات. 8 سنوات؟ اي والله العظيم كل شيء ما املك، 5000 دينار وانا اوديها للحليب اعيش بها انا، جبنا مكواك بها وانا كنت ما عندي. طيب 8 سنوات يعني صف ثاني ابتدائي؟ حتى بالمدارس ما درسوا وما عندهم امكانيه لهم، وهم 7. ليش بالابتدائيه بالعراق هسه ايش قد يطلبون فلوس؟ يعني شو سووا؟ ما عندي يعني ما عندهم امكانيه توصلني. طيب نعم وصلت. شكرا لك أخ محمد. هاي معاناة واحد من أبناء الشعب العراقي، هذا واحد من 40 مليون، البقية شلون؟ واحد المفروض الدولة تعتني به، يقول لك أنا عندي 7 أطفال وزوجته متوفية وما عنده راتب ولا رعاية اجتماعية ولا إعانة من الدولة، شلون يكمل؟ الطفل اللي مفروض هسه الأب يفكر شلون يدرسه، هو يقول لك أنا الكبير ما دا أقدر أدخله مدرسة، الستة اللي وراهم شلون؟ نرجع عن نفس السؤال، ليش القوانين الدولية اللي تهتم بالطفل واللي تهتم بالأطفال بكل العالم، إذا طفل اشتغل بأي دولة أوروبية والدولة عرفت إنه هذا الطفل يشتغل
الاب يتحاسب والام تتحاسب واللي شغله يتحاسب وما اعرف شنو، وياخذوه الى طبيب نفسي ورا العلاج النفسي يودوه الى مدرسه ويدرسوه ويعتنون به ويكبروه ويسووا اللي يريده. الا بالعراق اشتغل الطفل ما اشتغل الطفل ما حد داير له بال. حكومه مصطفى الكاظمي اللي قاعده تركض ورا الناس، فلان الظاهر، فلان حكي، فلان كتب مقال، فلان طلع على التلفزيون، فلان قناه فلان هيك حكت، فلان مقال بفلان جريده هيك قال، واحد هيك حكي، ما حرقت الناس. راكضين ورا هاي الامور، بس اطفال تشتغل ما داري لها بال. ناس تتعذب ما داري لها بال. ناس ما لاقيه تشتغل، فتحت بسطه حتى تبيع وتلقى رزق بالحلال وتوكل اهلها بها. ما داري لهم بال، شالوا بسطاتهم وطلعوا. عباس من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل اخوي. عباس. السلام عليكم عيني. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عيني؟ هلا بيك يا الغالي. والله جاي تحكي مثل على الوضع بالعراق وجاي تحكي يعني هي كلها فاشله. زين ليه تجيبها؟ كلها فاشله، مستشفيات فاشله. شكل شنو؟ المؤسسات الدوله، الموظفين، الفساد، الغير وين ما تروح تلقاها يعني شنو؟ مين ما تروح؟ مين ما تعطي وجهك؟ زين؟ يعني هسه حتى المستشفيات، يعني حتى المستشفيات بالعراق فاشله. زين كلها بوق، كلها نهب، كلها فساد، وكلها شو تريد اللي تريده. زين قصه المستشفيات اللي ببغداد. زين وكلها هي مو بس بغداد، جوز يعني المحافظات كلها. زين وبالنسبه لل وياي استاذ وياك اخويا. اي وبالنسبه لل للدوائر الباقيه وعلى العالم هاي البطاله القاعده لا شغل ولا عمل. زين وعده ياكل مو عده ما ياكل، وهو قاعد بحايره بعيشته وحايره بضيمها. جاي يسوي الفول انتخابات من 2003 بديها سوى لشعبهم هدموا ما سوى شكرا. زين على شنو جاي يحشون انتخابات ونزيهه وسوالف ياكلها تزوير بتزوير ويردون يحطونه. زين وان الله العراق الى الله ما له كل شيء. زين ومشكورين وجزاكم الله خير. شكرا شكرا لك اخ عباس. ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يبارك فيك اخوي افل. هاي دوله الظلام، دوله جهل. نعم. هذول ما يعرفون يبنون دوله. يعني اشوف احيانا اطلع بالطريق اشوف طفل يقدي، اشوف طفل يبيع مي، والله العظيم اقل من 6 سنين والله. يعني اقهر عليه، هذول شنو قيام يعني الدوله شنو جايه؟ اشوف مستشفيات صفر، بس بيهم حيل مستشفيات اهليه ويعالجون وباسعار كارثيه. يعني واحد يسوي عمليه مال فتر يقول له 600,000 دينار. 600 هو رجال عنده ستوته وقوه يلمها. زين. هاي يعني هم جهل ظلام 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 دامس للعراقيين. ويجي هذا يقول لك انا انتخبوني وسووني واني اخدمكم واني ابنكم واني قدها من الحكي هذا. هم كلهم ظلاميين. يعني الامريكان مو اغبياء، بس لما جابوا لك هالشرذمه هاي جت تحكم العراق، هذول ما يعرفون اصول السياسه. سياسه لازم تبني بلد. زين هذا الطفل لما يبيع ماي او يبيع شاي او يبيع شيء او بالعربانه يحمل، زين هذا الطفل مو من حقه عنده احلام يحلم بيها، يصير يتعلم يعني مثلا يعجبه يحب الهندسه او يحب الطب او يحب المحاماه او يحب اي وظيفه. زين شلون راح يحققها واذا هو بلد البلد طاب بنفق مظلم بصايه هذول اللي يسمون سياسيين. زين هذا الطفل لما يبيع جزاير وراح يلتقي باشخاص يتعلمون طرق وناهيك عن تجارة الأعضاء البشرية. في فترة أعضاء بشرية نسمع بهم تلفزيون. زين قد قتل الطفل، هذا غير قتله، تدمر يعني حياته وتدمر أحلامه. هاي مو دولة، هاي دولة عصابات، دولة إرهابية، دولة شيطانية.
لأنه كل الدول جاية مو عراقية ذولا أبدا ما يكونون عراقيين. وناهيك عن الأمراض مع الكورونا تجي المستشفى. يعني أنا مرة من مرات تبرعت 100,000 دينار يعني الله رازقني الفترة وطلعت 100,000 جات عجبوا يعني عجبوا 100,000 أنا أنطي متقبلين وياهل يعطي 5,000 دينار 2,000 هذولا يعني حتى رحلات ماكو بالحار الطالب ينسلك سلك بالبرد باردة شنو دورهم هم هذولا بنوا مدرسة بنوا مستشفى أشو يسوون مشاريع وبس هيكل وعافوا ونايك عن السرقات دولة دولة فاسدة طالع من الطريق لهم عراقيين ولا ينتمون للعراق لو ينتمون للعراق كان بنوا يعني حتى الحكومة اللي بنت مدرسة يعني ما الأطفال دولة هم خراب للجهل ظلام ظلام للعراق كهرباء صار 18 سنة كهرباء ما يعرفون يسووها مي هسه لما تجي على المباردة تمولح يعني شنو ما يش أكو ناس يشربوا مجبورين ما عندهم شنو هذا شنو هالشردة هذول الجوي اللي جايين ما تعرف أصلهم منين وقال لك أنا فلان عشيرة وفلان عشيرة زين أنا عندي كلمة للعراقيين يا عراقيين تقولوا ما صير مشكلة بين عشيرة وعشيرة مو كل واحد لسانه طويل هل قد بتر يطلع زين دولة باقيكم ونابيكم ودليكم يعني بس أنا يعني حالي على ابن عمي ليش مع الظلام ما تقومون عليهم لو شنو يعني تخدير يا شيوخ العشائر يعني انتم معيب عليكم فوق لابس العقاض يعني شوف الشيخ لازم يصير قائد عشيرته الاهله يعني كل شيء عكس هو القتوب المضاد يعني واحد يداعب حقه يقول انا حقه يصير عنده مدرسه ابني يتعلم هاي ذاك اليوم والله العظيم انا حكيت ذاك اليوم ابني مخلصه دراسه يعني تنتحر يقول شنو السنين هاي تعبت فيها وصلت كلية وكملت وردة توظف شون يعني شون تسوي لها كيان دولة دولة إرهابية شيطانية ببقى الشعب عليهم بعد بيدة هو يحر نفسه يعيد نشاطه ويعيد قيمه وأخلاقه يعبيدة والله ده يدمر عائلته ويدمر أولاده يعني أي أب ما يرضى الابن يندرج لله والله ذاك يوم شفت ولد يعني ما دي مجري بمرأة وقعدت على كرسي وما قلت شغله يعني العراق هو العراق بلد الخير بلد اللي عادل دول ما معقوله صار 18 سنه الناس حايره بعيشتها ما ادور ايش اقول لك يا اخي عفاف نعم نسال الله حسن الخاتمه يا رب شكرا 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 لك ابو حسن من كان اتصال ابو حسن ويانا ودا يتكلم ابو حسن مشكور على اللي قاله وذكر لنا بعض الحالات اللي دا تصير بالعراق فيما يخص الطفل والطفوله العراقيه اكو فيديوهات طلعت اريد اسال نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري ومصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي وهاي الشله اللي قاعده تحكم بالبلد مقتدى وفائق الشيخ علي كلهم اريد اسالهم تقبلون واحد من ولدكم يدور بالزبل مثل ما طلعوا الأطفال هسه بالشاشة يدور بالزبل على قواطي يبيعه وأكو يدور بالزبل على أكل ياكله لأن ما عنده فلوس يشتري أكل تقبلون واحد من ولدكم يشتغل في ترشي أكو طفلة طلعت دا تمسح جامة السيارات مدى تقدر توصل الجامة ما بها عمر 5-6 سنين تقبلون واحدة من بناتكم تشتغل بمكانها تقبلون انتم قابليها على نفسكم حتى تقبلوها على ابناء الشعب العراقي يدورون بالزبل ويشتغلون في تريه ويشتغلون بالثلج وعرباين يدفعوها دا يوصلون لعالم مسواقهم ويمسحون جام بالسيارات ويجدون ويبيعون كلينس تقبلون واحد من ولدكم انتم يا السياسيين يعاني هاي المعاناة دا يعانوها ذول الاطفال طفل عمره 6-7-8-10-12-18 هاي الأعمار اللي المفروض هو قاعد بالمدرسة يدرس ما يفكر انه هو لازم يشتغل حتى يعيش أكله وشربه لازم واصل له لازم مأمني له حياته يتيم أكو لازم ملاجئ للأيتام هي الداري ملاجئ للأيتام لازم تعتني به كأنما أب وأم ماكو شيء عوض الأب والأم بس
تقوم بدور الأب والأم، مدارس، رعاية، أكل، شرب، صحة، علاج، ما أعرف شنو ذني كلن. زين إحنا لا عندنا مراكز إيواء أيتام. أكو بعض الأشخاص اللي الله مفضل عليهم أو اللي الله نعطيهم حنية وفاتحين مراكز وديقون أيتام وديعلموهم وديسووهم، وأكو أسماء معروفة أنتوا تعرفوها، بس زولة شخوص. إحنا ذا يحكي على دولة، دولة مثل العراق، مثل ما قال واحد من المتصلين يقول عايش على بحر من النفط، أغنى بلد بالعالم المفروض، بس بي أطفال يمسحون جامة سيارات، بي أطفال يدورون بالزبالة، الزبالة اللي حضرتك يا سياسي ذبها هو يدور بيها، يدور بيها قوطية لو علبة يبيعها حتى تصير له كم فلس يشتري بيها أكل أو يلكي أكل يأكله. إذا أريد نطلع الفيديوهات مع معاناة الأطفال يراد لنا حلقات هواية هن وهواية طلعا على شاشتنا وغير شاشات. ليس أذكر الطفل اللي المراسل ده يحكي وياه وقام يبكي يقول لعمي أنا تعبت، يقول ليش قد عمرك؟ يقول له 9. زين واحد عمره 9 سنين قايم بعائلة وانت رئيس وزراء ما قايم برعاياك، فرحان من ناحية ربيعة حياك الله. الله يعافيك يسلمك ربك. عزيزي تفضل اخوي. زاد فضلك، شونك عزيزي الغالي؟ هلا بيك يا الغالي. الله يعافيك حبيبي الغالي. انا من رب من 4-5 سنوات مسجلين هالرعاية، والرعاية الاجتماعية على الساس ويقدرون اللجنة، والله بحث اجتماعي أنا لا راتب، صاحب 7 أطفال أخوي شو يقولوا لك يعني بهالسنين هاي كلها؟ وبصمونا ومشوا وقالوا انتظروا لما الرعاية اللي دور فلوس تعال 300,000 أو 400,000 اسمك. هو أخوي العزيز فرحان، هو راتب الرعاية الاجتماعية المفروض إيش قد؟ والله المفروض هو قاعد يطلع لي 300 تعال ادفع، وأنا رجال ما عندي، والله رجال كاسب وصاحب، يعني المفروض بحدود 300,000 بس حتى يطلعوا لك هذا الراتب لازم تدفع 700,000؟ لازم ادفع 200,000 أو ادفع 300,000 يلا مشوا مع عملتي. وأنا اليوم صار لي 6 سنوات وعندي هسه أحتاج عملية وأنا ما عندي كل شيء ولا راتب ولا أي شيء، ولك أني عراقي يعني مالي حقوق بالعراق، هذا بنوبة يعني شلون هو يعني مثل ما من غير دولة وجعدة توسل لا لبسه تهيئتنا لبسه لا تهيئنا أي راتب ما عندي، وأنا نازع سنة خارج العراق سوريا ظليت 3 سنوات وما خدت اتصال معاي وعائلة، وظلت يعني أنا في سوريا وأشتغل عامل وأشتغل عامل، واليومك هذا أنا صار لي 22 سنة أنا عامل، واليومك هذا ولا راتب ولا شيء، ولا كأني من العراق. ومو تدري أكو ناس كثيرة، والله أكو ناس قاعدين يمكن إذا أقول لهم والمطر فوقهم ناس ميتة لا أكو حق لا أكو أحد يفيدهم، يعني وضع يعني أكو بشر من حرك حتى جهال، والله هذا ما يشوفوا بهالعراق، والعراق بلد وخير وكثير للخارج يتمنون يقولون العراق، بس والله ما يعرفون على اللي هو من العراق ما مستفاد. أنا قاعد لبيت هسه هيكل لا رقم ولا يعني يعتبر تجاوز زين، ولا رتب كم 22 سنة أنا أشتغل عامل. نعم يعني رأيك وأنا أكثر قبل يعني ممكن أقدر على وستاب ما وستاب ممكن أرسل لك صور زين، هذا زي يتعالج لازم الدكاترة زي مليونين يعني دكتور على تدريش قايلين عليها هي طفلة قايلين هذه لازم عمرها يصير سنة يا الله نسويها عملية
7 اشهر ما نقدر نسويها، لازم تكبر تصير عمق السمع، ولا هذه ياثر على السمع بالحنجره اذا ياثر نعم ياثر على النظر. اليوم تدري ايش كثر صار عمرها الطفله؟ اليوم انا ما مسويها عمليه وهسع تاخذ لك حتى صور الرقبه وتشوفها، زين هذا شنو الحاله؟ ايش هذه؟ نعم يعني ايش اقول لك والله ما نعم نعم والباقي يلا. شكرا 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 لك اخ فرحان. عطوان من بغداد، حياك الله يا عطوان. الله يحفظك، الله يحييك ويحيي الاذاعه مالكم، رحم الله والدك، الف رحمه على امك وابوك. تحكي على الاطفال والله قمت ابكي، والله هاي تمسح طفله تسبح تمسح جام والطفل يقدي وذاك يبيع ماي. العراق يعني هو هم انت قلت ولدهم يقبلون ايش يسوون؟ ما يقبل. انا عمري 60 سنه بقد ابوهم، يقبل ابوهم بدون عشا ينام؟ يقبل هسه حاليا يعني ابوه بدون عشا ينام؟ ما يقبلوها. زين انا رجال كبير مسن يعني عمري 60 سنه، لا رعايه لا راتب، قاعد بالايجار والله العظيم، وعندي كوما بنات يعني كوارث. يا استاذ احنا يوميا نناشد، الله يخليك استاذ بكت توصل صوتي رئيس جمهوريه الله يطول عمرك. يعني هاي الطفله شنو تبيع مي؟ زين انا رجال كبير والله نايم بدون عشاء، زين مشتكى لله، باقي الجقاير ما عندي وقاعد بالايجار وسحب من عندي. الله يخليك استاذ ويخلي الاذاعه مالتكم. زين المن الناشده هي منتهيه، يردون العراق يسووك 5 ملايين استاذ، يلقطون بالزبير يلمون قواطي. زين انا رجال كبير الم قواطي اروح وعنده عمليه والله العظيم استاذ، المشتكى لله يوميا ناشد والناشد والناشد استاذ. يعني انت هسه من تحكي والله انا ابكي والله هاي على هاي الاطفال، زين اقول انا شنو ذنبي؟ انا باشر عقبه ميت والله، بس هذا الطفل يبني يبني يبني, يبني بلد الله يحفظه، يعني هذا الطفل يبني بلد، لا مدرسه لا هاي. زين هاي جهالنا شلون احنا ورانا؟ ما اعرف والله هاي الوضعيه شنو ما نعرف، لا كهرباء لا مي، المي تشتري بفلوس، فلوس ماكو، يعني ماكو هيك بلد يعني انتهى والله العظيم. سيس عليه المي، زين المي سيس عليه، يعني العراق انتهى. زين ماكو يعني هيك بلد ماكو بالعالم كله، يعني يعني هسه بالسويد لك راتب ياخذون من عند من النفط يعطوك اياها، هسه يروح للسويد يعطوني مال 8 بنات عندي يعطوني راتب مال النفط، هسه يروح للسويد استاذ بلكي تشوف لنا لجوء انساني لجوء سياسي لجوء اي شيء. اطلع هج من البلد، عندي جوازات الله شاهد، بلكي تنزل علي وروح وين ما كان، ما اريد ابقى بالعراق. الله يحفظك ويحفظ القناه، وانا اشكرك استاذ رحم الله امك وابوك، اشكرك استاذ. شكرا 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 لك اخ عطوان. ليث من ناحيه يثرب، حياك الله اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام يا الغالي. شو استاذ عزيز صحتك ومرات؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل اخويا. انا ليث من ناحيه يثرب. من والنعم منك ومن اهالي يثرب. احنا بس العمود هاي مال الرعايه الاجتماعيه سجلنا وحد عن كل شيء ماكو. نعم. الو. وياك. اسمعني استاذ عزيز؟ ايه. انا ليث من ناحيه يثرب. ايه دا اسمع. والله سجلنا شو حد الان، لا راتب لا شيء لا سياسين. بعدين على الطلبه لا شغل ولا عمل. نعم. اي والله. في العم قاعدين على العمال لا شغل لا عمل لا شيء. نعم نعم نعم. اي والله في هاي الحكومه كل شيء ما لا تساعدنا لا تعطينا شيء يا مشاهدين. بس انظر للحالة هاي الفقيرة. نعم. اي والله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك اخوي العزيز. عدنان من بغداد، حياك الله. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا الغالي. الله يسلمك استاذي، استاذ بلد احنا قدمنا عن باليمين. نعم. عن طريق النائب ليث الدستوري الشهر الواحد وسامينا ما طلعت.
مدى افتهم الصوت ده يقطع يروح ويرجع، ممكن تعيد لي؟ عن طريق النائب ليت الدريمي. ايه. اي وبصاهم وكل ما اروح يقولون اساميكم بالتخطيط. الو. وياك. فكل ما اروح يقولون اساميكم بالتخطيط، ليش شنو السبب؟ ماكو حكومه او طيب. اي والله استاذي وجزاك الله خير، وقناتكم قناه مفضله وعلى راس ان شاء الله. حياك الله اخوي عزيز، حياك الله. هاي معاناة الناس، رعاية اجتماعية وغيرها وغيرها وغيرها. وطبعا الانسان اللي ما لاقي راتب وما لاقي شغل شلون راح يعيش؟ تفكير الناس كلها تقول لك شلون اوفر عيشة لولدي وجهالي. واحد من المتصلين اذا تذكرون يقول انا عندي 7 جهال وزوجتي متوفية وعندي ستوتة تجيب لي 5000 من باليوم، شلون اعيشهم؟ شلون ادخلهم مدارس؟ بس نرجع ونسال ذول السياسيين اللي يلعبون بالمليارات ليش شايلين الطفل العراقي من بالهم اصلا؟ ابو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهورنا بقناه الرافدين. حياك الله. استاذ بالدستور العراقي شو يقول؟ اللي هم ساعه ياخذونه وساعه ما ياخذونه. يقول الحكومة العراقية تتكفل بتوفير التعليم مجانا إلى الأطفال. نعم. زين. مجانا شلون؟ إذا أنت تشتري الكتب وتشتري الملابس وتدفع فلوس للمدرسة حتى يصلحون بها، وتدفع فلوس حتى يصلحون الجام بالشتاء، وتدفع فلوس حتى يشترون مراوح بالصيف. وين هو المجاني؟ زين. المجاني أنت شو موفر للأب؟ يعني ينطي مخصصات الأطفال 10,000 دينار لحد 4 أطفال، زين واللي عنده 5 أطفال، هذا منين يعيش؟ يعني يبيعه؟ شو يسوي به؟ شلون يدرسه؟ زين إذا الآن المدارس الخاصة اللي انفتحت في العراق وصارت أكثر من المدارس الحكومية وبدون خطط موجودة. زين. غير التكاليف أبو علي، غير تكاليف المدارس الخاصة. هو هذا انا اقول لك، يعني من توفرت المدارس الخاصه يعني الطفل الابتدائيه بمليون دينار، المتوسطه 1.5 مليون، وبعدين فوقها واصعد. زين انا هذا تشجيع اساسا المعلم الموجود بالمدارس الحكوميه ما ينطي ماده حتى يدخلهم دورات. احنا ما نتهم المعلم، يعني المعلم ايش قد راتبه هو اساسا؟ ايش منطيته الدوله؟ زين قاعد بالاجار، تنطيه اجار البيت اللي قاعد فيه؟ زين الحكومه هذا الان يعني حسب احصاء وزاره الاحصاء يمكن اللي قالت انه 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، يعني تدري ايش قد؟ 16 مليون شخص بالعراق فقير، ما يامن قوت دولار واحد باليوم، يعني 15,000 ما عنده. هو هذا الحكومه العراقيه، زين ايش سويتوا انتم؟ للتعليم شنو سويتوا؟ حتى المناهج ترى الجاي تنزل، يعني هم اكو لبس عليها من ينزلون منهج ينزلونه كله مره واحده. زين انت الاب مو تعينه حتى يعلم اطفاله؟ هذا تدمير المستقبل العراق. لو جيت هذه الخطه انا من حتى ادمر جيل ابدا ابعده عن التعليم، اخلي الطفل يروح يدرس، الام الارمله ولا او زوجها تاركها وعايفها، واللي المطلقه شلون تعيشها هذا؟ واللي رجلها معتقل او اللي ابنها معتقل او اللي ابوه، هذا من غير هذا المعتقلين والله هاي سبب يوميه احنا نسولف بها، هذا المعتقل والنوب اللي راجعت الام يساومونها وهذه موجوده. ابو علي هسه يعني احد المتصلين يقول لي طفل راح يطلع جنسيه، سالوه ابوك وين؟ قال لهم معتقل. قالوا له تمام روح شوف ابوك ليش اعتقلوه، ليش جاي تاخذ جنسيه؟ يقول طردوه. بالضبط هذا صحيح، هذا اكيد. ليش؟ لان اكو توصيات، يعني حتى اثبات النسب ما راح يخلونه، يعني يخلون شعب بلا هويه. نعم. لكن الحكومه لحد الان يعني راح توفر هذه الامور، ونقول ان شاء الله على قولتهم هم، ولو احنا ميتين من عندهم لكن نقول بلكت، وانا مت والله ميتي بس ما حد ايس من رحمه رب العالمين. يعني اشكرك استاذ عبد صدرك. نعم شكرا شكرا ابو علي. ابو محمد من ديالى حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. السلام حياك عليكم. تفضل يا غالي. والله انا اشكركم على البرنامج الطيب، اشكركم. واجبنا. اخي العزيز. نعم.
هذول الحكومة مو بس خلونا نجدي، تدري ايش سووا؟ نعم باقوا اللي بجوبنا. انا احكي لك واقع حال الله شاهد، ان نجيب لنا مخدرات الا بفلوس السيطرات الله يعبرونا. تسمعني؟ اسمعك. الو اسمعك. اسمعك ابو محمد. تسمعني؟ اسمعك كلش زين الغالي. تجيب لك احلى، تجيب لك احلى إلهات تشترين على باب الله تبيعهم ما يعبرونهم الا بفلوس، والنوب الاخذة منها والعار اللي عليهم لازم تنزلهم بالسيطرة تعبر لو ثلاثة ثلاثة لو 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 ياخذون فلوس نداء الاخذة منهم. نعم. هاي نعتب عليهم كينطونا راتب رعاية، هاي نعتب عليهم كينطونا حط النظر. اخي العزيز شله مال حراميه. نعم. الو وياك. شله مال حراميه الله شاهد، مع الاسف مع الاسف مع الاسف، يعني هلكنا. احكي لك الصراحه هلكنا والله العظيم، لا نقدر نشتغل، خلونا بس نشتغل، ما نريد منهم، خلونا بس يفتحونا طريق نشتغل بحلالنا. اللي يجيب لحليلات مالاته من الجزيره مثلا يجيبهم يريد يحضر للوظفه ما يخلونا، والله ممنوع الحلال. الترينات تعبر بفلوس من الموصل تجي الى بغداد، هاي مو ممنوع، بس احنا اللي فقراء واقع براس الفقير، بل احنا نرجو من الله ومنكم تساعدونا بس يخلونا نشتغل عمي. نعم. يخلونا نشتغل بذرعانا نعيش عوايننا، على واعدكم يعني تداعونا بس يفتحون لنا الشارع نشتغل. ما اريد منهم رعاية، والله صار لي سنتين مسجله وبرضه في عائله يقول لي شو دعوه عائله عندك هالقد ليش؟ نعم نعم. ليش تنجب هالقد؟ نعم. زين اخويا يخلونا نشتغل. نعم. شكرا 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 لك ابو محمد. رسائل الواتساب اللي وصلتني اليوم للبرنامج، حمودي من الموصل يقول شلونك اخويا، احنا نطالب بالعفو العام، ابويا خلال شهر واحد انحكم بالاعدام نقلوه على الناصريه، شلون ما ادري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الاسف نشاهد اطفال بعمر الورود ينتشرون بالاسواق وعند إشارة المرور، من المفترض يكونون ببلد مثل العراق يمتلك ثاني خزين نفطي بالعالم، من المفترض يكونون بأرقى المدارس النموذجية، بس للأسف غياب القانون وكثرة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ونظام الأحزاب الفاسد والمحاصصة المقيتة وكثرة الميليشيات المفلتة هي سبب كل أزمات البلد، ولا حياة لمن تنادي. مع تحياتي لكم الناشط المدني وليد البدري. حياك الله أخوي العزيز. السلام عليكم القناة البطلة. السلام عليك أخي أفل. الوالدين اللي إيران باعوا شرفهم الإيران. نعم أكو، هو نور المالكي كان بسوريا على الرصيف يبيع خرز، خال صمونة لأبو محمد من يشوي الكذاب يطلع الصمونة من جيبه، وهسه صار ملياردير وما حد يحكي وياه. أخي أفل أشو الدولة؟ أخي أفل منظمة طالبان مو أمريكا قالت عليها منظمة إرهابية؟ شو من سيطرة هاي المنظمة الإرهابية بأفغانستان نطب عفو عام لكل الأفغانيين، والدولة الديمقراطية اللي بالعراق صار لها 18 سنة ما نطوا أي عفو. دخنا والله يقولون السياسيين أكثر من 90% من السجون أو السجناء أبرياء، لعد لو أجذاب بيهم بالسجون، بس يمكن ما عندهم بيوت وخايفين عليهم ليضيعون. السلام عليكم. ما دام هناك صنم موجود بالعراق يستعبد الناس ويعطل عقولهم وتفكيرهم، فلا يتحقق الفرج إلا بالتحرر من العبودية لهذا الصنم، أقصد إيران. رائد النجفي. إخواني الأعزاء، يعني أحد المتصلين اتصل وقالاني كان من المفترض أنه 200,000 دينار راتب الرعاية الاجتماعية، بس يقول يطلبون من عندي 700,000 دينار، يعني 3 أضعاف الراتب وشوية ونص. فدنا بقولوا له يعني نسوي لك راتب بس تعطينا 4 رواتب. أما اللي غث يعني راتب البرلمان يوصل 25 مليون، وراتب الرعاية الاجتماعية العائلة بأكملها 200,000، يعني تقريبا 134 دولار. إذا بهالحسبة هاي لو كل شهر برلماني يطل عائلتي، يعني بهالحسبة هاي 650 عائلة، والوزراء والكتل السياسية والمدراء العامين والوكلاء اللي موجودين بالوزراء اللي دا يحكمون الوزراء ايش قد يصيرون، وقادة الميليشيات وقادة ما ادري منو، قادة ذولاك وقائدة وزعماء ما اعرف شنو.
ذولا اذا فكروا كل واحد بيهم يتكفل لفد عائلتين ثلاثه راح يبقى فقير بالعراق. وليش شخص يتكفل؟ ليش ما الحكومه العراقيه لما تقول اكو 85 مليار دولار فرضا ميزانيه سنه تخصص من ادها فد اثنين ثلاثه رعايه للناس؟ هذا اللي احنا نطرحه. والسؤال الاهم، القوانين الدوليه راح تظل معطله تجاه الاطفال العراقيين، وراح يظلون العراقيين يشوفون هاي المناظر المؤلمه، طفله تمسح جام او طفل يبيع مي او طفل يدور بالزباله؟ الجواب يمكم انتم. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم بنفس الموعد باكر. في امان الله.